السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في لعبة الدامة. لعبة الدامة ما راح أشرحها كلها بالتفاصيل، ولا راح أشرح اللعبة كلها، بس حاب أبين بعض النقاط اللي ممكن أن تحتاجون لها، تحتاجون إلى بعض التعليمات عشان تعدونها. أول شيء الله هي الموسيقى. راح تشوفون عندكم أن ممكن تختارون اللعبة أو آيبود. هالشيء يتيح لكم أن تشغلون موسيقى من الآيبود مال الآيفون أو الآيباد عن طريق انكم تنقون ايبود، بعدين تطلعون الى الصفحة الرئيسية ومنها تدشون على الايبود وتردون حق اللعبة. راح تلاحظون ان الموسيقى الخلفية تحولت الى الايبود. طبعا الشغلات الثانية كلها واضحة، منها ان تغيرون اللغة، بعدين تنقون ابلاي، الصوت الكبرى اما تشغيل او ايقاف والى اخره. اما بالنسبة حق اللعبة فعندنا طريقة انك تحرك الحطبة، اما انك تسحب الحطبة الى المكان اللي بتحرك له، او انك تضغط عليه بعدين تحركها اما يمين يسار قدام او ورا. هالشي بعد طبعا ينطبق حق الاكلة. الاكلة ممكن تسحبون الى المكان الاكلة او انكم تضغطون حق المكان. وإذا تبون ترجعون طبعا مجرد بعد ما تلبس الأكلة ممكن ترجعون وراء. الشغلة الثانية أن إذا في أكلة ما يصير تحركون إلا أنكم تأكلون هالأكلة، وإذا كان في أكثر من أكلة لازم تأكلون الأكلة الأطول. وبالنسبة حق اللعبة الجماعية، في عندنا اللعبة محلية اللي هي أن لاعبين يلعبون على نفس الجهاز بالدور، وعندنا اللعبة اللاسلكية ان لاعبين يلعبون على جهازين مختلفين بس يكونون قرابين بعض لان راح يلعبون عن طريق البلوتوث، او لعبة على الانترنت راح يشبككم مع جيم سنتر. اما تضغطون العب الان راح يشبككم مع اللاعب، راح يدور لكم لاعب ثاني اونلاين ويشبككم معه، او ممكن دعوة صديق، هم هذا اختيار ممكن تمشون عليه. الشغلة الأخيرة هي ماكو شغلة أخيرة. إذا عندكم أي استفسار أتمنى تراسلونا على arabiandebs@gmail.com arabiandebs@gmail.com.